السلام عليكم. اليوم وصفات معدة حين دي سابلي، لكن بالسمن. كانوا جاوني بزاف أسئلة، هل السمن يصلح في السابلي؟ لكن ما حبيتش أعطيكم الموافقة نعم أو لا حتى جربته. قلت لازم نجرب هذا السابلي بالسمن ونشوفه كيفاش يخرج لنا، وفعلا خرج لي روعة. يجي هشيش، يجي بنين، ما يبانش أصلا أنه سمن، تحس بها زبدة حرة. إذا هنا واش راح نحتاج؟ راح نحتاج كاس تاع السمن يكون طري، كاس غير شويه تاع السكر كلاص، سكر رطب. نحتاجو كاس تاع لا مايزينا، لا فاني بودره او ليكيد كيما حبيتي، زوج بيضات كاملين، كيس تاع خميره كيميائيه، الفرينه باش نلمو العجينه تاعنا. وانا حنستعمل اليوم هاد الليمون، كيما تقدري تستعملي اي ليمون يكون عندك، يعني ماشي شرط هادو فقط، انا حبيت نستعمل هادو. كي تطبعي الحبه تخرج لك هذيك الثقبه، ونعمروهم بالمربى. نبداو بالطريقه مباشره. اذا نحكم السمن تاعي ونقيس، يكون عندك يعني طري في الدار، ما كاش دار ما فيهاش السمن، خاصه الاطباق التقليديه يعني يحبوا. ونعمر الكاس تاعي مليح حتى نعمره، يعني شوفوا عمري وانت تضغطي، يعني ما تخليش الفراغ. اذا هنا راني عمرت كاس تاع السمن يكون طري، نديرو لهنا ونفرغو. يعني نعبر تاعنا هو كاس تاع السمن طري، نفرغو. نزيد له كاس تاع السكر رطب، زوج بيضات كاملين، وندير لافاني. حوالي مغرفه صغيره معمره تاع لافاني. هنا راح نستخدم يدي من الاحسن ونخدم. لازم السمن يكون درجه حراره الغرفه يكون طري، ما تستعمليهش يعني جامد، ونخلط مليح حتى ينسجموا لنا. من بعد نزيد هذاك الكاس تاع المايزينا. المايزينا هي نشا الذره، وندخلها في العجينه. نشا راح يخلينا الحلوة تاعنا تجينا خفيفة بهذه الطريقة. من بعد نكملو بالفرينة حتى نتحصلو على العجينة تكون طرية. ندير الفرينة مع كيسة خميرة كيميائية، الوزن تاعها 10 غرام، ونبقى نلم العجينة تاعنا. بطبيعة الحال نلمو بلا ما نعجنو. نبقى نزيد حتى تلملي. هنا نلميت العجينة تاعنا، تحصلو على عجينة تكون طرية ما تلصقش في اليد. تما نحبسو الفرينة، نلمو الحالة فقط، ونرجع لكم نكملو الحلوة. من بعد نشكل الحلوة تاعي كما تعودنا دائما نستعمل كيس بلاستيكي، يعني شوية تاع العجينة نحطها أمامي، ندير فرينة لكن كمية قليلة فقط ما تكتريش، ونفتحها، ما تكونش رقيقة بزاف وما تكونش خشينة. إذا ندير الفرينة في المول مليح باش ما تلصقش، لأنه ونطبع، لكن ما تزيروش بزاف باش الحلوه تاعكم ما تلصقش. ها هي الحبه تاع الحلوه تاعنا، شوفوا كيفاش تجينا. وهذا الطبق باذن الله نعمروه بالمربى. اذا نزيدو حبه كل مره، نديروها في الفرينه ونستف في المول. يعني العمليه سهله، ها هي معنا غير بالعقل. كيما تقدري تستعملي اي مول عندك تاع لي صابلي. اذا نكمل الكميه اللي عندي. من بعد ما كملت السنيوه الاولى، يعني عملت هنا شحال من شكل، ندخلهم للفرن على 180 درجه يطيبوا، نحمرهم شويه ونخرجهم ونكملوا التزيين تاعهم. بطابق الحلوه تاعي ها هي، شوفوا الشكل تاعها شحال يجي شباب هذاك لو مول. الا صبتوه ما صبتوش استعملوا مول عادي. هنا عندي شويه تاع المربى تاع المشمش، ولصق كل حزوج حبات مع بعض. دير كمية تاع المربى، ماشي بزاف يعني،
قسمين لصق لنا فقط، لصق كامل الحلوه تاعي ونعاود نرجع لكم. شوفوا هذا كيفاش جانا روعه. من بعد هذا الفراغ هذا نعمرو بالمربى ونخلوه ينشف بهذه الطريقه. كما كان يحبوا الحلوه شويه رقيقه تقدر تخليها كما راهي، يعني ما تلصقيش حبه على حبه وتعمري الوجه تاعو فقط، لكن الاختيار في هذه الحلوه. من بعد ما لصقت كامل الحلوه تاعي نحكم بالحبه. هنا من الاحسن تكون عندكم لي بوش جوطاب تاع بلاستيك، انا فقط خلصوا لي. نحكم غير فاس صغيره ونعمر غير بالعقل الوسط فقط بهذه الطريقه، ونخليهم ينشفوا لنا مليح. يعني هذه الكميه اللي عملت لي كامل كما سبقت وذكرت، غادي تزيد ترقي شويه العجينه تاعك. نعمر كامل الحلوه تاعي ونخليها حتى تنشف مليح باش نقدمها لكم. الوصفه تاع نهار اليوم هي معنا بعد ما نشفت حتى المعجون اللي درتو من الفوق يعني نشف لي. ها هما الاشكال اللي عملتهم. انا خشنت العجينه شويه، تقدري ديريها يعني على حبه، ما ديريش حبه فوق حبه، راح يقطع لك حوالي اكثر من 60 حبه. و الا عملتي حبه على حبه راح يقطع لك حوالي 35 حبه. كما كتشوفوا خشنتهم شويه، تقدروا ترقوهم يعني كل وحده والرغبه تاعها كيفاش تجهز الحلوه تاعها. شوفوا كيفاش جانا، والله رجع روعه، ما فيهش بنت كامل السمن، خيروا فقط السمن اللي ما يكونش حار، يعني يكون السمن يكون بنين، يعني يكون بنته بنينه. ها هو معنا واجد. نقسم لكم حبه فقط باش تشوفوا الحلوه تاعنا كيفاش جاتنا. بسم الله، يعني تجي هذيك القرمشه الهشيشه هذيك بنينه. من بعد كي راح يطول راح يولي النار طري ويجي بنين. جربوه البنات اكيد راح يعجبكم. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.